وعلى آله وصحبه. وبعد، السيد قائد مركز تبانت، السيد قائد مركز الدرك الملكي بتبانت، السيد رئيس أو السادة أعضاء الجماعة الترابية لتبانت، السيد رئيس الفيدرالية الإقليمية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ، السادة أعضاء الفيدرالية الوطنية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ، السادة أعضاء مكتب جمعية أمهات وآباء وأولياء تلاميذ المؤسسة، السيد ممثل المركز الصحي بتبانت، السيد مدير وكالة بريد المغرب بتبانت، السيد رئيس الجمعية الخيرية بأيت بوغماز، السيدات والسادة ممثلي جمعيات المجتمع المدني، السيدات والسادة نساء ورجال التربية أو رجال إدارة التربوية والتدريس والخدمات بالمؤسسة، التلميذات والتلاميذ والضيوف، أيها الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم جميعا، وأهلا وسهلا بكم. لبيتم دعوتنا وشرفتم حفلنا وتجاوبتم معنا، فألف شكر لكم من الأعماق. أيها الحضور الكريم، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، فحضوركم شرف لنا، إذ يضفي على حفلنا أنسا وسرورا، فبارك الله مساكم. ونحن في هذا اليوم نتشرف بتكريم التلاميذ المتفوقين والذين تميزوا على أقرانهم بالجد والاجتهاد، وبرزوا خلال الأسدس الأول من الموسم الدراسي الحالي 2017-2018. حضورنا الكريم، إنها لحظة سعيدة من أجمل اللحظات أو لحظات الحياة، ونحن نزهو بالتلاميذ المتفوقين. ونظرا لأن أبناءنا التلاميذ هم محط اهتمام الجميع، فيجدر بنا أن نذكر ببعض الأمور الأساسية منها. أولا، العملية التعليمية التربوية هي مهمة المدرسة ومحور رسالتها. ثانيا، إن المدرسة بجميع أعضائها وإمكاناتها ما وجدت إلا لتقديم الرعاية الأبوية الشاملة. ثالثا، القدوة الحسنة هي مطلب أساسي تسعى المدرسة إلى تحقيقها لكل منسوبيها. رابعا، تعاون البيت مع المدرسة أمر ضروري لحماية وتوجيه الطلاب ومتابعة سير حضورهم وتحصيلهم. خامسا، توفير الجو النفسي المناسب المريح للتلميذ وتقديم النصح والإرشاد والبعد عن رفقاء السوء. أبناؤنا المتفوقين، نهنئكم مرة أخرى على هذا الحفل والتشريف، وهنيئا لأسركم التي بذلت جهودا عظيمة في متابعتكم، غرسوا البذور وجنوا الثمار. ونشيد بالتلاميذ الباقين ونقول لهم: الوقت معكم والمستقبل أمامكم، فاحرصوا بما يعود عليكم بالنفع والفائدة والوصول إلى مستوى إخوانكم وأفضل. ونحن نعيش بفضل الله نعمة الأمن والاستقرار في هذا البلد المعطاء، فيجب الحفاظ على هذه النعمة بتوعية أبنائنا توعية إسلامية، وتحصين عقول الناشئة ووقايتها من الانحرافات الفكرية، وتعميق ولاء التلاميذ لله ولكتابه ولرسوله ثم لقادة هذا البلد وعلمائه. وبهذه المناسبة السعيدة، أود أن أتقدم بالشكر والتقدير والامتنان إلى كل من اللجنة الصاهرة على تتبع وتنظيم هذا الحفل، ثم إلى الطاقم الإداري ونساء ورجال الأمن والنظافة والطبخ على ما يبذلونه من تضحيات ومجهودات متواصلة، ثم إلى الأستاذات والأساتذة المنخرطين في لجن وأندية المؤسسة والصاهرين على مختلف أنشطة الحياة المدرسية، ثم إلى جمعية أمهات وآباء وأولياء التلاميذ المتعاونة مع المؤسسة باستمرار، ثم إلى السلطات المحلية والمصالح الخارجية المحلية على تواصلها مع إدارة المؤسسة. سادسا، إلى المجلس الجماعي لكل من تابانت وأيت بولي على تواصله وتعاونهما مع المؤسسة باستمرار. سابعا، إلى الجمعية الخيرية الإسلامية على تعاونها مع المؤسسة. وأخيرا، إلى التلميذات والتلاميذ على حسن خلقهم وعلى انضباطهم المشهود،
وعلى انخراطهم في أنشطة الحياة المدرسية والحفاظ على تجهيزات وممتلكات المؤسسة. وفي ختام كلمتي أتقدم بالشكر الجزيل لإدارة المؤسسة على ما بذلته من جهود في تنظيم هذا الحفل، وأشكر زملاء الأساتذة على جهودهم المتواصلة في رعاية أبنائهم التلاميذ، وأشكر أولياء أمور التلاميذ على حضورهم ومشاركتهم لأبنائهم هذه اللحظات الجميلة، وشكرا لمن شرفنا برعاية حفلنا مع صادق الدعوات أن يديم علينا نعمة الأمن والاستقرار في ظل سيادة خادم البلاد صاحب الجلالة محمد السادس نصره الله وأيده، وأن يحفظه في ولي عهده صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. صدق الله العظيم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ثانوية أدبومة هيليا، نشكر كل من ساهم من قريب أو بعيد على تنظيم هذا الحفل، حفل التمييز الذي هو في تعبيره أو في شموله هو عبارة عن تتويج للتلاميذ النجباء، وذلك لخلق وتشجيع التلاميذ الآخرين من أجل المثابرة وخلق جو من المنافسة صح التعبير من أجل تطوير قدراتهم وتحسين. كما لا يسعني إلا أن أشكر اللجنة المنظمة ورئيس المؤسسة باسمه، نشكر جميع الأطر التربوية والإدارية على جميع الخدمات التي يقدمونها في سبيل إنجاح وتنمية قدرات أبائنا، وشكرا. صاحبي باسمي وباسم مجلس جماعة بنت، نتقدم بالشكر الجزيل إلى الطاقم الإداري والتربوي والأعوان على تضحياتهم الصادقة وعلى ما يبذلونه من مجهودات في سبيل المتعلمين. دون أن أنسى أن أتقدم أيضا بالشكر الجزيل إلى اللجنة المنظمة للحفل، عرفانا وتقديرا لمجهودات المتعلمين الذين أبوا إلا أن قدموا نتائج باهرة. وبهذه المناسبة لا يسعني إلا أن أنوي بهذه المجهودات وأتمنى لهم مسيرة دراسية موفقة. الله يوفق الجميع. المرسلين وخاتم الأنبياء المرسلين، السيد قائد تبانت، السيد مدير المؤسسة، السادة أعضاء اللجنة التنظيمية، السيد ممثل السكان الممثل البرلماني المحترم، السيد ممثل السلطات المحلية والمنتخبين، أبنائي وبناتي الأعزاء التلاميذ، أيها الحضور الكريم، يسرني ويشرفني كثيرا أصالة عن نفسي ونيابة عن كافة إخواني أعضاء المكتب التنفيذي للفيدرالية الإقليمية وعن كافة ممثلي أباء وأمهات وأولياء التلاميذ إقليميا وجهويا ووطنيا، أن أتقدم إلى كل من ساهم في تنظيم هذا الحفل وهذا العرس التربوي، إداريين كانوا أو تربويين أو جمعويين، وعلى رأسهم السيد مدير الثانوي، بأزكى التحيات والشكر العميم على دعوتهم الكريمة لنا كمكتب إقليمي للفيدرالية الإقليمية لحضور في هذا الحفل المميز والمتميز والاحتفاء بالتلاميذ النجباء، داعيا كل إخوانهم الآخرين اتباع نهجهم في الكد والاجتهاد للحصول على نتائج جيدة والمنافسة الشريفة فيما بينهم، ففي ذلك فليتنافس المتنافسون. نعم أيها الحضور الكريم، فحضوري اليوم بينكم في هذه البلدة العزيزة والنقية نقاء هذا الجو الربيعي جعلت ذاكرة ترجع به إلى أواخر سنة 2006 حينما تقدمنا كفيدرالية إقليمية بطلبنا التاريخي إلى كل من مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين وإلى عام صاحب الجلالة على إقليم الزلال المتقاعد الحاج العلوي، طالبين منهم ببرمجة بناء ثانوية تهيلية ببلدة تبانت
رغبة منا في رفع معاناة أبنائنا وبناتنا التلامذون الذين كانوا يعانون عند انتقالهم إلى أزهلة ومختلف بلدات الإقليم قصد متابعة دراستهم الثانوية، مما كان يؤدي بهم إلى مغادرة الدراسة بسلطة البعد والفقر، ومما نتج عنه تفشي ظاهرة الهضم المدرسي. شهادة المدرسة بسبب كبيرة جدا وخاصة في صفوف التلميذات. نعم أيها الحضور الكريم، ها نحن اليوم ولله الحمد نقطف ثمار هذه المجهودات على أرض الواقع، فشكرا لكل من كان قد ساهم من قريب أو بعيد في بناء هذه المعلمة العلمية من سلطات محلية وأعضاء الجماعة القروية التي ساهمت بتوفير العقار والأرض الذي بنيت عليها الثانوية. أبنائي بنات التلاميذ، اسمحوا لي أن أؤكد لكم أن مستواكم الدراسي جيد مقارنة بمستوى تلاميذ مختلف المؤسسات الحضرية، وحجتي في ذلك تلخص في نتائج الاختبارات الإشهادية كالبكالوريا الوطنية مثلا. فأوصيكم بالجد والعمل واحترام أساتذتكم وعطور إدارتكم وإدارة مؤسستكم، والابتعاد عن رفقاء السوء ومستعملي المخدرات، وتجنب العنف الدراسي الذي أصبح يسيطر على كل المواضيع المتناول هذه السنة في جل وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي. فشكرا للجميع، والله ولي التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إيوان أختي، وربي أعوذ بك من همزة الشياطين، أعوذ بك ربي أن يحضرني، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، إنا لله وإنا إليه راجعون. أولا أتناشر حيث أشكر يا عرب الأولى. ثانيا انا هذا ونقد ويخفي الوصول يا هذا دور الشرك ما يشتغل، وين القرار نقد ويخفي الوصول ولا طول ولا ريا لا تخلص ولا شو في سبيل الله. الشرع ان تشر هذا الشرع في سبيل الله ما يجي لك يا اولا وسق الجهات النازله علينا بالعرض. ثانيا امين المال اللي فيه راليه الاقليميه يغ النايب للرئيس المؤسسات هذا تنطحون وإنه يهتم دوره وإنه يهتم حتى في سبيل الله متى تبقى لله. ثانيا تشكر السلطة ذات خدا إذن بغندان إداتك حملتها في الفوليا جسني بالتراك ولا بالقيادة ولا بالجماعة القرويين ولا بالجماعة البرلمانيين ولا كل شيء. تشكر الزفق يا رئيس. ثانيا تشكر المدير إذا تحللت هذا الحراس الأعوان إذا تحل ينفس ولا يهون. ثالثا تشكر الأساتذة المسالات إذا تحل في الدراليات باش أدعى المنكرة أشكو الله. أشكو الله خليك كان دور الاثنين يعني التلاميذ يعني ترباتين يعني القوم الأول تجهن الصعوبات المادية وانا معنوية وانا المادية معنوية كلشي. لا درس الصعوبات في الوالدين، لا درس الصعوبات في السكن، لا درس الصعوبات في الطول، لا درس القرار اللي يقولوا اللي شفنا سديدات قالت منا هذه سيتي الغيرة التروانسي تريس الغيرة الوطنسي الغيرة الوطنسي قالت منا هذه سيتي الشجاعة أو تغيير التلاميذ شكون كان غير ديال التلاميذ ودني أتمنى غادي أجي سيني أنا التواضع مش اللي غادي التلاميذ تتحسن اللي تجلس في المدرسة عليا. أتمنى التلاميذات تيباتين تلقون تفرخين تفرخان اللي ستمنى غادي المجتهدين باش تسون إن شاء الله تسلم في اللقيات تسلم في الدراك تسلم في الريبونيس
الله يقول لنا سيدي فوق البوشي أتمنى إن شاء الله أجي المشهود نسل ثالثا أتمنى إن شاء الله أجي ستيني الغيرة مشات خلايا دام زوت وتساسي الخزايا زادت أجي سبكوش وكان أجي ستيني الغيرة باش نشمو التلمستوين هاد نشمو لنا أتمنى إن شاء الله تيري تاع ولادي تشرف ويدي العملية اللي يلجم تاع الدرازيط سيا البنات جاية أنا معنوية كل ما يجي يساهمنا أن ترى ربي تبارك وتعالى بس خلص كل ما يجي خلص نخسر ربي تبارك وتعالى أن ترى ربي تبارك وتعالى أي صح تريان غير صح الشباب غير صح الدولة غير صح الملك غير صح كل شيء ما ظهر وبطن غير صح الله أن تشكل القيادة نغد الدرك نغد دي 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 والإعلام سفرت كذا الجماعة كل ما يسعنا الشراسي أتي تشارك والسلام عليكم رجال الصحة ومن الغيث أسد سافي رامز ما ليسي الدمر الدوينة والريولي لوبيا ياسين المعطلين يقدر غلات نتفر بيس إكلاس الصحة نسي إكلاس الدروان نسي نتجد درغنا ولا 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 كمان بيبا خاطر كالدكتور ولا كمان ودر غاكا ونحتفنا إلى التدارينا أصالة عن نفسي ونيابة عن مكتب وأطر مؤسسة الرعاية الاجتماعية قرقلي بحيث بقماز أحيي من هذا المنبر الشريف السيد رئيس المؤسسة والسادة والسيدات الأساتذة والحضور الكريم وأنوه وأرفع قبعاتي احتراما لهم على المجهودات أرفع قبعاتي احتراما لهم على المجهودات التي يبذلونها من أجل تربية وتعليم جيل من المواطنين الصالحين والمواطنات كما لا يفوتني التنويه بمجهودات مؤسسة الرعاية الاجتماعية سواء ضابط طالب وضابط طالبة جنود الخفاء المؤازرين للمؤسسات التعليمية بجامعاتنا الترابية كما أستغل الفرصة لأقدم جزيل الشكر لكل من يسعى للصالح العام وساعد هذه المؤسسات وغيرها في أداء أدوارها وأخص بالذكر السلطات المحلية سواء في تبدو أزلاف والجماعة القروية والتي ما فتئت تقدم لنا يد العون والدعم والتواصل وفي الختام أيها الحضور الكريم نحملكم رسالة حب ووفاء وإخلاص وولاء إلى السدة العالية بالله جلالة الملك محمد السادس أعظم الله عزه ونصره وحفظه في ولي عهده المولاي الحسن وشد أزره بشقيقه المولاي رشيد إنه نعم المولى ونعم النصير والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أشكر السيد رئيس الجمعية الخيرية على المجهودات المبذولة. السيد رئيس الجماعة الترابية لتعبان. السادة أعضاء جمعيات آباء أمهات وأولياء التلاميذ. السيدات والسادة ممثلي جمعيات المجتمع المدني السيدات والسادة نساء ورجال إدارة التربوية والخدمات بالمؤسسة التلميذات والتلاميذ الضيوف والحضور الكريم مرحبا بكم حينما تدق الأجراس تنشد الأطيار لحن الخلود فتعانق نسمات الصباح غروب الشمس يتوهج البدر حاملا معه باقات من الزهر لينترها بين الأيادي معلنة موعد فجر جديد يصاحبه نور قلم فريد نستقبلكم والبشر مبسمنا نمزجه بشدى عطرنا نصافحكم والحب أكفنا ليهديكم أجمل معانينا ونغرب من همس الكلام أعدبه ومن قوافي القصيد أجزله ومن جميل النطر أروعه بين مد وجزر في أمواج البحر نخوض غمار الكلمة فتجرفنا سفينة الورقة تجذفها أقلامنا لتحل قواربكم في مراسينا فنصل معا نحو شواطئ مملكة المعرفة سيرا على خطى التشجيع والتحفيز تشهد ثانوية أيت بوغماز سهيلية هذا الحفل حفل التميز قدرا إدارية كانت أو تربوية تأبى إلا أن تلتقي اليوم احتفاء بهذا المتعلم الذي سهر جد وعمل لتحقيق هذا الهدف لطالما كان التميز عنوانا لمجموعة من التلاميذ مروا من هنا فبصموا اسمهم وأسماءهم بحبر من ذهب تحدوا التلج والصقيع اللغة والطريق الطويل لا لشيء وإنما لمثل هذا اليوم حيث يجازى الإنسان
قبل الختم إني لا أشكر هذه المؤسسة التعليمية مديرا وطاقما إداريا وأعوانا وأساتذة وتلاميذ لما قدموه ويقدموه من أجواء تربوية يخدمون بها متعلمين. أيها الحضور الكريم من أساتذة وآباء وأمهات وتلاميذ، أشكركم أولا وأخيرا، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أخونا الكرام، في حفلنا المبارك هذا نحييكم بتحية من القلب يطيب شفاها مسكا وريحانا وتحمل في طياتها حبا ووفاء. تحية أهل الجنة يوم يلقونه سلاما، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فمهما نطقت الألسن بأقوالها، ومهما خطت الأيدي بوصفها، ومهما جسدت الروح معانيها، تظل مقصرة أمام روعتكم وعلو همتكم. أسعدكم المولى وجعل ما تقدمونه في ميزان حسناتكم. أيها الحضور، ثقتم وطاب ممساكم وتبوأتم من الجنة منزلا، فحضوركم شرف لنا ويطفي على حفلنا أنسا وسرورا، فبارك الله فيكم. فأنا اليوم أتحدث نيابة عن جميع تلاميذ المؤسسة، وأنا أرحب بكم وأقول لكم مرحبا بكم ضيفا ضيفا وأهلا وسهلا. الفن الفن، هللتم أهلا وواطئتم سهلا، ولا أفوت هذه الفرصة لكي أبعث مع نسمات الريح ورائحة الفل والعنبر كلمات شكري، كلمات شكر نابعة من أعماق القلب إليكم أيها الآباء والأمهات وأيتها الوجوه الطيبة. وحقا رغم قولي شكرا، فشكري لن ينفي حقكم، وكلمات الثناء لا تنفي حقكم. حقا سعيتم فكان السعي مشكورا، وإن جف حبر القلم عن التعبير يكتبكم قلب به صفاء الحب تعبيرا. أما الآن فتتسابق الكلمات وتتزاحم العبارات لتنظم لكم عبارات ترحيب وشكر لا يستحقها إلا أنتم، وأختار من المعاني أرقاها وأبعثها مع أوراق الورد فتزداد رونقا وجمالا. ولو استطعت لصقت شعري من ورود اليسامين والأقحوان، ونطرت ورقا زهت أنواره للحاضرين. أشرق النور وبان، فمرحبا بمن أتانا، زوارنا أهلا وسهلا بكم، فلكم في القلب مكانا.